طيب السلام عليكم يا جماعة. الساعة 11:30 الشيخ بدأ وقت المحاضرة وأنا بدي أحكي وأنتم تسكتوا. أنا ساكت وأنتم تحكوا. نعم نعكس. اسمحوا لي. طيب. في أي أسئلة قبل ما نبلش؟ عرفت موعد الامتحان؟ وإيش المادة اللي داخل في الامتحان؟ ان شاء الله يعني يكون امتحان كويس بالنسبه للجميع. كم عدد الخريجين السنه هاي؟ ما شاء الله يعني ماجوريتي انه خريجين. طيب الان حكينا المره الماضيه عن السبيشال بوبوليشنز بالاوستيوبروسيس، حكينا عن الاولدر ادلتس، وحكينا ان الميكروفون طافي بسبب لا اشتغل، هو بفصل وبوصل. طيب حكينا عن الاولدر ادلتس اللي هم الجيرياتريك بيشنتس، وحكينا عن البريجننسي، وحكينا عن الاطفال اللي بيكون بعض الاحيان عندهم اوستيوبروسيس. مظبوط. اليوم راح نحكي عن الكرونيك كيدني ديزيز. شو علاقة الكرونيك كيدني ديزيز بالاوستيوبروسيس؟ السبب في ذلك هو الخلل اللي بيصير في فيتامين دي. فالفيتامين دي ديفيشنسي بالعاده بيحصل بحالات الكرونيك كيدني ديزيز، وبالتالي تاثيره على الاوستيوبروسيس او على الكالسيوم هوميوستاسيس خلينا نحكي. وسبيشلي لما نحكي احنا عن حالات السيفير او المودريت تو سيفير سي كي دي كرونيك كيدني ديزيز. والله غلط تسكتين عن ده لانه مزعجين هذا الطلاب. طيب بلا تسكروا هالباب يا شباب لانه في ناس برا بتحكي. اوكي فالان الكرونيك كيدني ديزيز بتعرفوا الكلاسيفيكيشن لما بنحكي احنا الكرياتينين كليرنس اقل من 30 ل 35 ملليتر بير مينت، عم نحكي عن حالات السيفير. اذا كانت اكثر من هيك الكيدني فانكشن او الرينال فانكشن يعني وي ار ان جود شيب، يعني وي مانج روتينلي. زي ما كنا بنحكي عن الخطوات السابقه في التريتمنت اوف اوستيوبروسيس بضل هي نفسها ما عليها تغيير، بشرط تكون عندنا الكرياتينين كليرنس اكثر من 30 ملليتر بير مينت. الان في بعض الحالات بدنا نعمل تعديلات اذا كانت الرينال فانكشن اقل من هيك، اقل من 30 ملليتر بير مينت. فاول شيء الملاحظه الاولى ان البيسفوسفينيت دي ار نوت ريكومندد اذا كان عندنا الكرياتينين كليرنس اقل من 35، يعني بعض الدراسات تحكي 30 او 35، فاحنا حتى نكون شوي conservative نقول أقل من 35 ملليتر per minute of potential drug accumulation، لأن البيسفوسفينات يعتمد على الكيدني فانكشن، فإذا كان الكيدني فانكشن متدهورة بالتالي متوقع يصير في عندي accumulation of that بيسفوسفينات ويصير في عندي نوع من التوكسيسيتي. Some experts they also recommend decrease of the بيسفوسفينات dose، يعني أحد الابروتشز انه بعض الدراسات كانت تحكي ما تعطيهم لانه راح يصير اكيوميليشن، بعضهم قال طيب ما دام في اكيوميليشن احنا ممكن نحل هذه المشكله انه باي جيفينج 50% اوف ذا دوز، نعطيهم نصف الدوز حتى لو صار اكيوميليشن وي ار ان ذا رينج يوزينج ذا ايجنت فور ليس ذان 3 ييرز. اذا تو ستيبس، لازم نقلل الدوز باي 50% وما نتجاوز اعطاء البيسفوسفونات لاكثر من 3 سنوات في هذول المرضى حتى ما يصير في accumulation للبيسفوسفونات. الآن the other option they might have which makes logic طبعا هو denosumab. It's not renally eliminated. إذا ما كان renally معناته يكون إيش؟ hepatic. طالما نحكي عن renal impairment إحنا على CKD إذا مشكلتنا الآن انحلت بإعطاء denosumab. One post hoc analysis demonstrated reductions in vertebral fractures in patients with a GFR as low as 15 milliliters per minute. إذا إحنا
ممكن نعطي الدينوسومار لأنه الراتب ميتابوليزم مختلف عن الكيدني it's a hepatic which is potentially إنه ما في مشكلة طبعا في الهيباتيك عند هذا المريض فبالتالي ممكن يكون واحد من الفاليد options. Some other renal diseases في عنا two diseases بنسميهم أو one disease بنسميه osteodystrophy. Osteo related to bone formation. Osteo cells or osteocytes here bone cells. ودستروفي إيش معنى دستروفي؟ ضمور. خلينا نقول عدم النمو أو الضمور اللي بصير. هذا عبارة عن رينال ديزيز. المشكلة فيها إنه طبعاً بصير في خلل في عملية بناء العظم due to a kidney problem which is not osteoporosis per se. فهذا بتشخص بأخذ بيوبسي طبعاً might be necessary to differentiate the different types برضو إلى عدة أنواع من الرينال أوستيودستروفي حتى نميز ما بينها وبين الاوستيوبوروسيس. يمكن في تشابه في الاعراض لكن الاندرلاين ريزن مختلف. هل هو ديو تو اوستيوبوروسيس بير سي اور ديو تو اوستيوديستروفي اللي هو خلل ناتج عن الكيدني. ففي هذه الحاله الانتي ريزورتيف ثيرابيز وود بي ابروبريت فور مانجمنت اوف اوستيوبوروسيس. اذا كان اوستيوبوروسيس طبعا في عندنا انا مشكله في نسبه الكالسيوم والخلل فالانتي ريزورتيف حتى تمنع الريزوربشن او موفمنت اوف كالسيوم فروم بون انتو بلود فممكن نعطي الانتي ريزورتيف لكن هذا بيكون كونترا انديكيتد ان بيشنتس وذ اوستيوماليشيا وحكينا الاوستيوماليشيا او راح نحكي عنها بعد شوي ايش تعريفها اور دايناميك بون فميبي ان افكتيف في نوع من انواع الاوستيوديستروفي بنسميها osteitis fibrosa cystica فإذا الانتي ريزورتيف ما بتكون يعني effective treatment هون في هذه الحالة. الآن الاوستيوديستروفي describes a constellation of metabolic bone disorder. إذا أنا في عندي هذا growth of the bone أو metabolism of the bone في عندي مشكلة that develop in patients especially إذا كان المريض عنده stage 4 a chronic kidney disease أو stage 5 يعني الجي اف ار كانت اقل من 30 ملليلتر بير مينيت و as a consequence of intrinsic kidney damage. احنا ما حكينا عن او مش اخذتوا الكيدني ديزيزز باي ذا واي ثيرابيتكس تو فزي ما تعرف كان في نوعين اذا بتتذكروا كان في intrinsic وفي اكسترا رينال بنسميها او extrinsic او خارج الكيدني او بوست كيدني اللي هو له علاقة بما يتبع الكيدني. الآن إذا كان intrinsic إذا أنا في عندي خلل بالنيفرونز أو in the kidney itself فهذا المشكلة يكون في kidney damage أو intrinsic kidney damage. في نوع آخر من الأوستيوبوروسيس كمان اللي إذا تذكروا حكينا في جدول في بدايات هذا الشابتر كان في عندنا drug induced osteoporosis وأشهر الدراجز من ضمن هذه المجموعة هي الجلوكوكورتيكويد induced osteoporosis او برمزولها او اختصروها بالرمز جيو جي اي او ف the most common type of a drug induced osteoporosis is due to systemic glucocorticoids the risk is much greater with the prednisone doses of 5 milligram or more daily يعني هو الريسك كات اوف بوينت 5 milligram or more شريطة إنه يستخدم المريض طبعاً راح نشوف بعد شوية حسب فيها زي algorithm إنه يعني في بعض الأحيان إحنا إذا كان على short term ما في مشكلة مشكلتنا بالدوز العالية والمدة extended period of time the high bone loss in the first six months يعني إذا المريض مشينا على systemic glucocorticoid أخطر فترة زمنية بتكون أول ست شهور لما يمشي على glucocorticoid بيكون أكثر شيء هذا الريزوربشن بصير بهذه الفترة هذا لا يعني أنه والله رح يتوقف بعد هيك لا أنه رح يكون الريت أقل شوي لكن هو still في عندي bone loss due to this treatment الآن baseline DEXA is recommended and then yearly شو معنى baseline DEXA؟ إيش معنى baseline DEXA؟ البيزلاين يعني just before you start treatment بشكل عام أي بيزلاين نبدأ فيها إحنا
بتريتمنت معينه انه دائما انت just before you start the treatment بنسميها البيزلاين، يعني نقطه البدايه زي السباق، مش بحدد البيزلاين بوينت واند بوينت بالنهايه اللي هي الفاينل، يعني خلينا نقول النهايه، فهي اللي يبدا منها نقطه الصفر بالنسبه للعلاج. اذا المريض اليوم كتب له الجلوكوكورتيكويد راح يمشي عليه لفتره طويله معينه، مثلا 3-4 شهور 5 شهور 6 شهور سنه وتبقى على طول العمر، فالنصيحه انه لازم اليوم نعمل له دكسا ويرجع يكررها بعد كام، بعد سنه من العلاج، ونقارن الثنتين. لكن في نقطه هون انه هذا البيز لاين ما ننسى انه في عنا العمر عم يتقدم، العمر الانسان عم يتقدم، فالبيز لاين وحدها لا تكفي انه نقارن الان بعد 3 سنوات. هو طبيعه الحال احنا حكينا with aging اجسامنا عم تفقد كالسيوم او البون مينرال دنسيتي بتقل نتيجه due to aging, just aging not only the medication. So decrease in bone formation through decreased proliferation and differentiation and enhanced apoptosis of osteoblasts. اذا ليش الجلوكوكورتيكويدز عملت osteoporosis؟ شو الميكانيزم؟ عن طريق الاوستيوبلاست. يس بيخص سيستماتيكلي، لانه يعني الجلوكوكورتيكويد زي ما بتعرف في منها كريمات، في منها انهاليشن، يعني نيجليجبل حتى سيستميك. يس اي في انتراماسكولار اورال. في بعض الجلوكوكورتيكويد بيعطوها لوكالي انترو ارتيكولار، اطباء العظام بيحقنوها بمفاصل الجسم مثلا بالكوع او بالركبه، فهذه الاشياء لا تنطبق لانه كميه اللي راح يصير سيستميك ابزوربشن راح تكون نيجليجبل. فبنحكي سيستميك سواء كان انتراماسكولار اي في or oral administration for a long period of time. Okay. لكن glucocorticoids مثلا مرضى الأزمة بيستخدموها inhalation. That's not included. Okay. They can reduce estrogen and testosterone concentration. طيب شو علاقة بالأوستيوبروسيس؟ لانه الاستروجين والتستوستيرون لهم بروتكتيف افكت، مش هيك؟ اذا كم اليه صار للجلوكوكورتيكويدز تاثير على الاوستيوبروسيس؟ مين بعدد لي اياهم؟ 4 اي كود سي 4 بروليفريشن، تاثير على بروليفريشن اوف اوستيوبلاست، تاثيرهم على ديفرنشيشن والبروليفريشن، وتاثيرهم على الايش؟ الابوبتوسيس، تاثيرهم على التستوستيرون، تاثيرهم على الاستروجين. اوكي، فهذه 4 تقريبا خلينا نقول تاثيرات. الان all patients، كل المرضى اللي بنمشيهم على long term therapy of glucocorticoids systemic glucocorticoids therapy should ingest، ايش لازم نعطيهم كجزء من العلاج؟ هذا راح نعتبره احنا prophylactic، لأن يعني اليوم المريض المشي اليوم على جلوكوكورتيكويد قبل ما نبلشه أو الوقت اللي راح نبلش على جلوكوكورتيكويد راح نعطيه إيش؟ بروفيلاكسيك تريتمنت. شو راح يكون؟ أول شيء كم؟ 1200 to 1500 ميلي جرام إليمنتال كالسيوم. إيش كمان؟ فيتامين دي. كم وحدة لازم نعطيه؟ 50,000؟ 2000 يوميا. مين بزيد؟ طيب 800 الى 1200 يونت اوف فيتامين دي ديلي. وات ايلس؟ الجينيك اسيد. طبعا هي مش مذكوره بالكتاب حسب الالجوريثم او التريتمنت اللي هون. ايش كمان ممكن نعطيهم؟ ايش كمان؟ طيب and bone healthy lifestyle. Not in other words, ايش معناها هذا؟ ايش تعني لنا احنا bone healthy lifestyle؟ الدايت، انه يتحمى عن الالبان، انه يهتم بالانتيكس اللي هو النيوتريشنال انتيك اوف كالسيوم ريتش فودز، البان ومشتقاته الى اخره. فالهيلثي لايف ستايل انكلودينج اكسرسايز حتى يقوي العظام، حتى ما يصير في عنده كسور.
الآن في هذا التريتمنت الآن نفترض إنه الوقاية لوحدها ما كانت كافية بالرغم إن أعطيناه كالسيوم أعطيناه فيتامين دي أعطيناه عملنا له هيلثي لايف ستايل ودايت وإكسرسايز إلى آخره لكن صار في عنده جيو فالأبروتش إنه ممكن نعطيه حسب الـ FDA approval الألندرونيت Risedronate and IV zoledronic acid, they are FDA-approved treatments or indicated for glucocorticoid-induced osteoporosis. And the guidelines recommended all patients newly started on systemic glucocorticoids شرط الدوز تكون أكثر من 5 ملغرام أو 5 and more of prednisone or equivalent. شو معنى equivalent؟ الآن إحنا ما عندنا فقط من الجلوكوكورتيكويز هو فقط البريدنيزون في عندنا ديكساميثازون بيتاميثازون إيش كمان؟ هيدروكورتيزون في أكثر من مجموعة فإلهم في شيء نسميه therapeutic equivalent dose إنه هذا الدوز تعطي نتيجة مكافئة effect of pharmacodynamic effect لهاي فإذا كانت أكثر من 5 ملغرام of prednisone or equivalent for an anticipated duration of treatment 3 months and above or more يعني فإذا صار في عندي شرطين الشرط الأول 5 ملغرام or more الشرط الثاني 3 months of a treatment or more في هذه الحالة should be إيش should receive a preventive bisphosphonate therapy. إذن عنا بيسفوسفونات صار إيش preventive في هذه الحالة للمرض. تيريباراتايد تذكر التيريباراتايد اللي حكينا هو عبارة عن the first 34 amino acids of the hormone PTH parathyroid hormone can be used if bisphosphonates are not tolerated or they are contraindicated. إذن إذا ما قدر المريض يستخدم البيسفوسفونات due to contraindication أو ما قدر يتحمل السايد إفكتس تبعهم نلجأ لإيش؟ لمين؟ تيريباراتايد. Number three, testosterone replacement therapy may be considered in men. Is it first line? إذن remember إنه إحنا نعطيه هو مش علاج بقدر ما هو كنوع من البروفيلاكتيك يعني رجال كبير في العمر عنده شورتج او نقص ديفيشنسي في التستوستيرون it could be considered as an option و in women high dose hormonal oral contraceptive واحد الله كائن يعني قيام ليل قيام الليل خلص لازم تشتروا له قهوة كل يوم أو كل محاضرة طيب هاي دوس هاي ال this advantage of the electronics تعرف الإلكترونيك صار تأثيره كثير على الناس إنه خصوصا هذه الشورتس تعرف الشورتس شو هي بشيك ها الشورتس هاي اللي بحطوها على التليفونات والتيك توك وما بعرف شو هذه تؤدي الى الادمان وتدمر العقل مش بس للصغار انا اولادي بحكي لهم بعض الاحيان تطلب من واحد روح جيب لي كاسه مي برجع لك ايش جاي لك ايش صحن طلع عليك او بروح بقول له روح جيب لي شيء بروح بعد ما يروح بتجيب الغرض بسألك بقول أنت شو طلبت مني؟ قول له هاي تأثير إلكترونية بقول لك لا he's trying to defend himself شيك هذه تأثير الإلكترونيات اللي إحنا مش قادرين نستغني عنها بس إحنا ممكن نحط حد لأنفسنا وأعطي كل شيء حقه وقته ريح جسمك من هالتليفون وارميه خلاص حط دائما بقول لك القرار اللي تتخذه مسبقا هو اللي بيمشي كيف شو معنى ذلك؟ لا تخلي قرارك آني يعني الآني شو معنى؟ والله أنا على مزاجي الآن قررت أنه أرمي التليفون
أو الآن قررت أن أظل أشتغل على التليفون. قرار الآن بعض الأحيان يكون ممكن سبب ديزاستر. يعني بعلوم الطيران بيحكوا إذا الطيار اتخذ قرار آني على الأغلب بيكون خطأ. إذا كان قرار مسبق إنه في عنده guidelines بيمشي عليها. إذا وصلت الطيارة لارتفاع معين صار عنده خلل معين إنه بده ينزل بالارتفاع، ما بصير ينزل على كيف والله أقل دام على كيف، ولا في قرار مسبق متخذينه من أيام التدريب والممارسة إنه صار معك هيك بتصرف هيك. هذا خارج الموضوع كله، مش راح يدخل الامتحان. أوكي طيب، فالقرار المسبق دائما خذه إنه أنا بدي أرمي التليفون خلال المحاضرة whatsoever. Nothing is gonna happen by the way. أنا متأكد حدا منكم عنده جاهات يشتغل إشي أو عنده ستوك ماركت أو شغال. والله هذا مش عارف شو بده. سامعيني هيك؟ والله مو شغال يا أستاذ. ألو؟ مش شغال، بضل يفصل السلك هذا الواصل هون يشتغل على كيفه زي موظفين الكلام. فرصة لكم تحكوا شيك. طيب الآن راح أفتح هذا المايكروفون. إذا بالنسبة لل حكينا من ممكن تستوستيرون كان بيكونسيدر، المومن ممكن نستخدم الكونتراسبتيف، وإذا كتبتكم بالامتحان كونتراسبتيف عن مير أتجاه تناقشون السؤال في خطأ. طيب هذا الجدول يس الاميونو سبريسيف بشكل عام نفسه عملت هذول بالنسبة على ثلاث أشهر إذا كان 5 ميلي جرام. الاميونو سبريسيف بدك تتبع الميكانيزم طبعا، ما يعني في خلاف او في فرق ما بينهم بين الجلوكوكورتيكويدز. احنا نستخدمه فور اميون سبريشن زي ايش؟ الترانسبليشن زي الاميوران مثلا اللي هو ايش تركيبته ال اميوران ال ازاثيوبين مختلفين عن الجلوكوكورتيكويدز، لا يصنفوا الجلوكوكورتيكويدز. إنهم سايد إفكتس إنهم نوت ريديوس إميونيتي يس. الإميون سبريسنس لا على اللودوز ما في عليهم يعني ديتا هون على فيها بشارك. يعني مش من ضمن المجموعة اللي بشمولي هون، يعني ما كانت نحن نحكي عن جلوكوكورتيكويد سبيسيفيكلي. لا يصنفوا الإميون سبريسنس بير سي. أوكي الآن في هذا الجدول therapy to prevent or treat glucocorticoid induced osteoporosis. زي ما تشوفوا حطيت دائرة حمراء على ال patient population لأنه كل واحد له طريقة مختلفة عن الآخر. في هذه الفئة العمرية هي postmenopausal women and men older than 50 years old. فطبعا هون باخذ بعين الاعتبار كمان ال 10 year أو الفراكس tool اللي هي 10 year probability of a fracture. كانت إذا low risk كانت الفراكس أقل من 10%، الميديوم ريسك بين 10 إلى 20 والهاي ريسك أكثر من 20، بالإضافة للـ T score بتكون أقل من minus 0.2 أو fragility fracture. طبعا هون بتعتمد برضو على another factor اللي هو كم الدوز of the prednisone. فكانت الدوز هل هي أقل من 7.5 ميلي جرام والتريتمنت ديوريشن أكثر من 3 مانس أو نو ثيرابي. طبعا في هذه الحالة ما بنستخدم ثيرابي حسب هذه الجايد لاينز. وإذا كانت البريدنيزون طبعا هون أكثر من 7.5 ديوريشن أكثر من 3 مانس الآن نتحكم فيها. هم اختلف عندي هون اللي هو الدوز كانت أكثر من 7.5، في هذه الحالة نحتاج إلى بيسفوسفونات. سيميلرلي بالميديوم ريسك إذا كانت أقل من 7 بدنا تريتمنت، كانت أكثر من 7 بدنا تريتمنت. إذا هاي ريسك طبعا نسأل حالنا إذا كانت الدوز أقل من 5 ميلي جرام والتريتمنت ديوريشن أقل من 1 مانث بدنا تريتمنت، وإذا كانت ديفنت أكثر من 5 وأقل من 1 مانث نزلت الهاي ريسك. فإذا شغلتين تنتبهوا لها هون أو ثلاث شغلات في الواقع: الدوز أوف ذا جلوكوكورتيكويد حسب هذا الجايد لاين، الإيج أوف ذا بيشنت عم بحكي عن بوست مينوبوزال وومن ومن أكثر من 50 سنة عندهم higher risk، والفراكس تول
والدوز والديوريشن والايج والفراكشن. اوكي التابل اللي بعده بيعطيني العمر اللي اقل شوي اللي هو بريمينوبوزال وومن اند مان ليس ذان 50 ييرز اوف ايج with a fragility fracture end of fracture طبعا. فبرضه هون انه بنسال حالنا سؤال هل الوومن عندها child bearing potential يعني هل هي premenopause هل هي ضمن عمر الخاضع للحمل او لا يعني في سن معين بيصير فيها المينوبوز ممكن ما يصير فيه حمل طبعا هذا لتشخيص اكيد. ف non child bearing premenopausal woman نعطي الالندرونيز اذا كان child bearing woman no consensus اذا ما في اجماع بمعنى انه في contradicting results او opinions بعض الدراسات تقول لك نعطي بعض الدراسات ما بنعطي احنا رح ناخذ الكونسرفاتيف سايد ونقول انه ايش ممكن ما نعطي مثلا هون لكن هذا لا يمنع الخوف دائما انه يصير في بريجنسي غير مسيطر عليه وبالتالي تكون متاهات الكونجنتال ابنورماليتيز وذيس ديسفوسفونيز او ذيس تريتمنتس بالنسبه للمن اند مين ليس ذان 50 ييرز ممكن نعطي الهيدرونيت اند ليزيدرونيت طبعا اذا كانت الكورتيزون ما بين 7 او 5 ما بين 7.4 اذا كانت 7.5 and more for 3 months ممكن نعطي تريتمنت في الومن نو كونسنسس زي ما تشوفوا هون لكن اذا كانت سيفير عند الومن اكثر من 7.5 ملغ مور ذان 3 months تريتمنت بدنا نعطي تريتمنت. اوكي اذا هذه different types of osteoporosis المجموعه الاخرى او اللي problems او بعض الانديكيشن ممكن بعض الاحيان الكانسر والكانسر كيف ممكن يسبب الكانسر osteoporosis it could be due to the tumor itself it could be the treatment itself okay فعند الكانسر treatment related bone loss فالكانسر itself metastasis of the cancer or chemotherapy such as anti-androgen and anti-estrogen agents can cause bone loss and osteoporosis. بعض الأحيان بالكانسر كمان ممكن نعطي الجلوكوكورتيكويد إذا ينطبق عليها مبدأ الجيو الجلوكوكورتيكويد induced osteoporosis bisphosphonates and denosumab they decrease chemotherapy induced bone loss and in some trials of fractures إذا they could be used in osteoporosis due to cancer Zoledronic acid and denosumab are used for cancer-related hypercalcemia. ليش؟ لأنهم إلهم إيش؟ راح يعملوا movement للكالسيوم من the blood إلى the bone. فبالتالي راح ينزلوا لي هذا الهايبركالسيميا by moving the calcium into the bone. الآن رالوكسيفين وين حكينا عن الرالوكسيفين؟ هو واحد من EAA estrogen agonist antagonist. Decreases the risk of invasive breast cancer طبعا in high risk women وعندي كمان الهرمون او الانالوج اللي هو تريبتايد might be used sometimes but it's contraindicated in patients with a prior radiation يعني اذا كان المريض معرض لراديشن بالكانسر ما بنقدر نعطيه تريبتايد لانه بصير في عنده risk of osteocarcinoma اوكي اذا هذا كونترا انديكيشن في المرضى اذا هيك بنكون غطينا الامراض والاسباب التي تؤدي الى الاوستيوبروسيس بالديفرنت بوبيليشنز ديفرنت ديزيزز ديفرنت ريزنز اور موست كومن الان نجري الايفالويشن اوف ثيرابيتيك اوتكمز دائما هذه النقطه المنسيه خلينا نقول انه هل التريتمنت كانت فعاله او مش فعاله اذا سنترال ديكسا للبادي كله يعني سنترال ديكسا measure can be obtained after 2 years for monitoring of the treatment response until BMD is stable. إذا كانت stable and still feel less frequent. والBMD هي bone mineral density اللي بيحسبها الطبيب طبعا للمريض وبالتالي بتذكر الفراكس tool ممكن نستخدمها continues to decrease with age. إذا البMD نتيجة طبيعية راح تنزل مع العمر تقدم الإنسان في العمر. لذلك no change from baseline can be accepted response. إذا اعتمدنا فقط على البMD على البيزلاين ما بتكون إجابتنا دقيقة. ليش؟ لأنه هذا البMD مع العمر بتتناقص. فإذا إحنا ممكن
في عندنا dual effect صارت إنه الديزيز نفسه عم بنزل BMD والإيجينج نفسه بنزل BMD. فإذا اعتمدنا على البيز لاين لوحدها لا تكفي. إذا كان البيض ماشي على glucocorticoid with conditions associated with high rates of bone, خلينا نقول loss, example glucocorticoid use, more frequent monitoring might be warranted or needed. يعني إذا كان ماشي برضو هذا المريض على glucocorticoid لأنه نفسه راح ينزل لي BMD, فلازم هذا المونيترينج نعمل دكسا, هذا أول واحدة. ومور فريكوانتلي إذا كان مريض ماشي على glucocorticoids. شيء آخر, في بعض البون تيرن أوفر ماركرز أو بسميهم بايو ماركرز, هذه البايو ماركرز كان also be used to evaluate. في عندنا other metabolic bone disorders in osteomalacia أو بنسميه soft bone, ليونة العظام. ليونة العظام إذا بتطلعوا في الأطفال طبعا ممكن نسميه ريكتس بالأطفال in children. إذا بتشوفوا هذا normal bone بتطلع تقريبا straight bone, بينما هون في تقوس شوي, هذا الريكتس بسموه بالأطفال. والبون بيكون structure تبعه عندي في نوع من osteomalacia إنه مش condensed as this normal bone كhistology, يعني في البون. فا it results from a nutritional deficiency. بعض الأطفال بصير عندهم في بدايات مختبر العمر خلينا نقول due to nutritional deficiency, genetic components of course. فبيكون في عنا طبعا vitamin D deficiency, calcium deficiency, تظهر على شكل إيش pathologic fractures and or deep bone pain. بيكون في عنا proximal muscle weakness and no obvious symptoms but low BMD could be also بعض الأحيان. فالآن patients who have extremely low vitamin D concentration, خلينا نقول أقل من 12 نانوغرام per ml, كم النورمال ليفل by the way؟ 30 تقريبا, 30 and above, فهو النورمال ليفل, and might have an elevated bone specific alkaline. هذه البيوماركرز نحكي عنها, elevated alkaline phosphatase وhypophosphatemia and hypocalcemia. إذا عندهم هذه المشاكل بيكون indicative of osteopenia أو osteomalacia. عفوا osteomalacia أو soft bones, the treatment of osteomalacia caused by vitamin D deficiency. إذا العلاج من جنس المرض, إذا هو كان عنده vitamin D deficiency فبروح نعطيه vitamin D replacement therapy, بيكون على شكل ergocalciferol 50,000 units once or thrice a week. فزي ما تشوف this is relatively high dose, هي بالعادة once a month, لكن في هذول المرضى عندهم نقص شديد جدا بنعطيها إيش مرة إلى ثلاث مرات كل أسبوع at least for 10 weeks is regimen, were used to raise vitamin D concentration insufficient. الآن adequate calcium intake برضو ممكن نعطيه, calcium is also recommended. لما يرجع الفيتامين دي level يطلع أكثر من 30 نانوغرام per ml بصير في عندنا chronic maintenance of vitamin D therapy can be instituted. The chronic الآن ننزل بالدوز, كنا نعطيه 50,000 مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 10 أسابيع, إذا ضمننا رجعنا هذا النورمال ليفل ل 30 أو أكثر, الآن بصير oral, نرجع على oral ergocalciferol 50,000 once or twice a month or non-prescription calciferol. Non-prescription هي جرعة قليلة جدا, اللي هي 1000 وحدة في اليوم لغاية 2000 وحدة في اليوم, نعطيهم reasonable maintenance option for that treatment. أوكي, فبنكون هيك خلصنا هذا الشابتر اللي يتعلق بإيش الأوستيوبروسيس. تمام, هذه ليست فرصة للكلام, هذه فرصة لأخذ الحضور والغياب فقط لا غير. يا شباب شباب صبايا, لماذا الكلام؟ بس احنا لسه ما كملنا, خذ الغياب وقعد محلك لأنه راح نبلش بالشابتر الجديد. اوكي, على السريع خذ الغياب وارجع مكانك بدون حكي وكلام.
كل مكانه يا جماعة، كل مكانه، خذ الغياب. ظل في حدا ماخذ غياب؟ يعني مش عارف ايش استنى. شو يا شباب؟ بلش؟ لا؟ ما بدك روح يعني. ليش عارف بروح؟ طيب نبلش آخر توبيك يعني في هذا الكورس اللي هو البيدياتريكس. بس هذا تشابتر طويل، حيقعد معنا 4-5 أسابيع. طبعاً. ما تسلموا في يوم عطلة للشيخ. يوم الأحد القادم. عيد العمال. خليك تشوفي. شوفي. استقلال، برضه عطلة. يلا خويا سرح هذا الحين يعني لا تسرقونا هذول. الكل بيحكي يا شباب معلش اذا سمحتوا احنا ما كملنا. صحوا لنا الشاب هناك كله اذن الظهر. وحد الله يا حجي انا اذن. ها؟ طيب خليك معنا. تعبان؟ تعبان؟ الصيام ما عارف يتعب يعني لسه مفعول واكستندد يعني هو. طيب البيدياتريكس ليش ندرس البيدياتريكس احنا يا جماعه؟ دخلنا بموضوع البيدياتريكس في بدايه الكورس فبنهيها في البيدياتريكس مع انه كان المفروض نبلش العكس بس ليش هيك؟ I don't know. طيب لا احنا وي نو بس احنا نتبع الترتيب. طبعا الاوتلاين رح نحكي شويه انتروداكشن اليوم يعني ما رح نتمكن ندخل بالتفاصيل كثير. في عندي الجروث اند ديفلوبمنت نشوف انه هذول الاطفال او في ليش مختلفين الاطفال عن الاولدر او النوت الاولدر الريجولر ادلتس انه الريت اوف جروث والديفلوبمنت بيكون فيهم سريع كثير وتاثيرات فسيولوجيه على الجسم وبالتالي على الطريقه اللي بيتعامل فيها الجسم مع الادويه. في فارماكوكينيتيك ديفرنسز ريليتد تو ذا ادمي بروسيسز زي ما تعرف الابزوربشن ديستريبيوشن اليمينيشن الميتابوليزم. في فارماكوديناميك ديفرنسز بالاطفال عن الكبار. في عنا medication dosing in children إلهم special treatment إلهم special way of administration. ونحكي شوي عن preventing medication errors in children كيف ممكن نمنعها. ونحكي عن increasing pediatric medication information. بشكل عام الانترودكشن إنه بتحكي لنا إنه هذول الأطفال بنصنفهم بناء على العمر. راح نفرجيكم جدول بعد شوي انه كيف نقسمهم الى بريميز او بريماتشور الى نيونيتس الى تشيلدرن الى يعني خلينا نقول ديفرنت ايج جروبس انفنتس نيونيتس انفنتس بعدين تشيلدرن. فالبادي ويت يتراوح الوزن ما بين شو اقل وزن تتخيلوه للاطفال؟ 100 جرام. نص كيلو. تخيل طفل يولد نص كيلو. ف بالعادة قديش بيكون وزن الطفل عند الولادة يا جماعة؟ on average 2.5-3 كيلو بس هذا يعني نص كيلو فقط على الطفل. وبنوصل لغاية 50 كيلو جرام على عمر 16 سنة.
Okay. And further complication of the طبعا هذا المشكلة في الأطفال إنه أغلبية الدراسات الدوائية اللي بتتم غالبا بتتم في الأدلتس. يعني لما بنكتب إحنا بروتوكول لكلينيكال ترايل كنا دائما بنكتبه إنه الأيج خصوصا إذا كانوا healthy volunteers between 18 years of age until let's say 50 نعتبره healthy population. فأقل من 18 نعتبره هذا الطفل minor لا يجوز أن هو يتطوع بذاته في clinical study. We need parents أو الجاردين بنسميه legally authorized guardian إنه يوافق على دخوله في الدراسات وغالبا ما بيوافقوا على دخوله في الدراسات. سبب صعوبة إعطاء المديكيشن إنه ما في عندنا enough data في الأطفال وهذه بتأثر على الدرج دوسينج إنه قديش بدنا نعطيهم الدوس المناسبة بتأثر على المونيتورينج أوف ثيرابي كيف نراقب هذا المونوثيرابي. 60% من المديكيشنز اللي يتم إعطائهم by pediatricians are off label use. شو معنى هذا الكلام؟ إذا الطبيب بيمشي على كيفه ما في عنده enough data. وهذا طبعا أنا اشتغلت شركات الأدوية العالمية وبعرف إنه you cannot claim that indication as a drug manufacturer. ليش؟ لأنه ما عندك good basis or foundation of data to rely upon. إذا أنا ما عندي data. إذا بيستخدم الطبيب هو حر ما بتدخل بطريقة إعطاء الطبيب الدواء للمريض لأنه على مسؤوليته الخاصة. ففرضا في دواء على سبيل المثال للهيدك اكتشف الطبيب انه هذا الدواء بيعالج مثلا ايش خلينا نقول عند الاطفال الـ ADHD for example and just assume فجرب وصار يعطيه يعني نتائج نوعا ما كويسة it's up to him or her يعني ما بتدخل فيه فهذا off label. فنسبة هذه الأدوية off label use 60% that's including the same indication. شو معنى هذا؟ معنى هذا الحكي انه انا في عندي دواء لكبار للادلتس approved. فرضا انا بعطي دراج خلينا نقول لديزيز معين في الكبار وفعال في الكبار عندي داتا بتغطيني من ناحيه السيفتي والافيكاسي لكن ما عندي داتا في الاطفال. اجى الطبيب على مسؤوليته الخاصه راح اعطى الطفل ديزيز اوف ليه. اوكي مثال قريب الاذهان بالماضي القريب كنا بنعاني كلنا من مساله الكوفيد 19 شيك نزلوا لنا فاكسينز وقالوا هذه الفاكسينز only for adults. الآن في أطفال معرضين جدا يصير في عندهم كوفيد 19. هل مصرح نعطي الأطفال الكوفيد 19 فاكسين؟ لا. لكن لو طبيب أعطاها على مسؤوليته الخاصة بيقدر ولا ما بيقدر؟ هذا off label. لأنه ما عنده enough data ولا approval. From regulatory agencies, يعني مثلاً الأردن JFDA, أمريكا FDA, أوروبا EMEA, اللي هي European Medicine Agency, Japan, اللي هي إيش بسموها الثلث تبعها. فيعني أكثر من في حدا طلع من القاعة؟ في واحد غلطان من النمرة. Hopefully. طيب. إذن هذه الأشياء. النقطة الأخيرة اللي أحكي عنها اللي هي الـ PKPD differences. الأطفال مختلفين عن الكبار. طبيعة أجسامهم تتعامل مع هذا الدواء بطريقة مختلفة عن الكبار بالنسبة للفارماكوكينيتيك بروسيسز اللي حكينا عنها ادمي بروسيسز الـ ADME. الفارماكو دايناميك افكت مختلفة لذلك نتوقع الادفيرس افكتس أو السايد افكتس they are different in this type of patient population. إذن الأطفال they undergo differences بالإيش الفسيولوجيك changes. عم نحكي عن كمية الفات مختلفة عند الأطفال مقارنة بالكبار. كمية الwater content in their body is different. The organ maturity is different. The hepatic enzymes they are different. The body weight is different. فكل هذه الفاكتورز تدخل بعين الاعتبار. And children they don't grow in a predictable linear fashion. ما بنقدر نقول على الأطفال بكل سنة يعني أطباء الأطفال اللي شاف منكم بالعادة بيعملهم chart لنمو الطفل سواء طول الطفل أو وزن الطفل الهيد سيركمفرنس الويست مثلا وبحطوه بالشارت وبفرجيك إياها طيب الأطفال إنه هذا الطفل
within range and population. Is it predictable linear? It's not. فبالتالي هذه الفاكتور تدخل بعين الاعتبار أكثر من فاكتور. ليش الأطفال كلهم ما بينهم يعني مثلا بتيجي على الصف خلينا نقول ثالث ابتدائي. ثالث ابتدائي لو تيجي تقيس طولهم بتلاقي كلهم نفس الطول؟ مختلفين، كلهم نفس الوزن؟ طيب ليش الفروقات؟ إذا جينيتكس شيك، فهذا تدخل إلى جينيتك بريدسبوزيشن. نيوتريشنال انتيك، ففي أطفال عندهم مثلا جود نيوتريشن، في أطفال يمكن يكون ما عندهم جود نيوتريشن. نمبر 3 انفايرمنت، في طفل تنهار قاعد على الالكترونيات وبيلعب ويلا يلهم من هالاشياء اللي ما بتعرف ايش، بيعرض بالجسم بروح كبير في الوزن، وفي بعض مع الاكسرسايز يحافظ على وزنه بشكل طبيعي وهو النورمال رينج. مش هيك؟ هذا الانفايرمنت. ديفلوبمنتال فارماكولوجي، نوع من الفارماكولوجي او برانش من علم الادويه هو بيعمل study of the impact of a growth and development on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drug. يعني احنا في كل مرحلة من تطور الطفل في العمر، في تطور في النمو، شو تأثير على الابزورشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والإليمينيشن والفارماكوديناميك افكت والسايد افكتس اوف ذا drug. هذا الجدول اللي حكيت عنه من شوي انه بيعطيني التقسيمة الاطفال حسب العمر. شو اول فئة عمرية؟ premature neonate، وهذا الطفل اللي بيولد وعمره أقل أو كان الجستيشن كان أقل من 36 weeks، يعني ولدت أمه وكان عمر الطفل أقل من 36 أسبوع بنسميه premature neonate، أو بيختصروه بيسموه preemie. البريمي أقل من 36 أسبوع. الآن term neonate، term يعني كمل الفول تير. كم الفول تير pregnancy حكينا؟ 40 أسبوع. مش هيك؟ إذا more than 36 weeks gestation طبعا بنسميه full term. النيونات الولد يعني من لحظة الولادة لغاية ما يصير عمره الشهر بنسميه نيونات. أكثر من شهر إلى أقل من سنة أو لغاية سنة من العمر بنسميه infant، ومن سنة إلى 11 سنة of age بنسميه child، ومن 12 سنة لغاية 16 اللي يخلي يقول teenagers اللي هو بنسميهم adolescents، يصير فيها فترة البلوغ بالنسبة لهذول الأطفال. الـ all aspects طبعا والفارماكوكينيتكس اللي تتغير في هذول الأطفال اللي ندرس مثلا عندنا drug absorption، عم نحكي عن الـ oral drug absorption بيتغير intramuscular أو transdermal مختلف، والريكتال drug absorption is also different in those children. لما نحكي عن drug distribution في differences أو changes بالنسبة للwater content in the body، fat content والprotein binding is different in children. Metabolism is also affected by hepatic enzymes. They are responsible for phase 1 and phase 2 drug metabolism. والelimination عم نحكي عن renal function, glomerular filtration rate وtubular secretion, they are also different. بالنسبة للoral absorption الفروقات اللي بتصير في الoral absorption بتأثر كمان عندي الشيء اللي ممكن نفكر فيه عن طريق الجهاز الهضمي هو الgastric fluid volume مختلف. الgastric acid production is decreased أقل من الadults، والترانسبورت اوف بايل اسيدز، البايل اسيدز تفرز من وين؟ بتروح على الجي اي، وفي بعض الاحيان بصير في عند انتيرو هيباتيك سيركيليشن اوف ذا دراج. فلذلك الترنج ذا ابزوربشن اوف بي اتش سنسيتيف دراجز لانه بتاثر بهذا الميديوم. اميليز اكتيفيتي از اولسو ديفرنت از مينيمال ان تشيلدرن. والجاستريك لايبيز اللي مسؤول عن الفات absorption, greater percentage of fat absorption during early life in children. النيونيتس طبعا نشوف الفروقات انه ايش بيختلف النيونيتس عن الchildren عن الadolescents الى اخره. فالsterile gastric intestinal tract بيكون عندهم نوعا ما بيكون نوع من sterility. normal bacterial flora متأثرة طبعا، هذا البكتيريا normal flora بعض الاحيان هي responsible for ايش ويصير لها انه مسؤول عن activation و degradation of certain medications.
بعض الأدوية برو دراجز يتم ديجراديشن تبعها الميتابوليزم عن طريق النورمال فلورا. فهذا ديبندنت على النورمال فلورا اللي عندهم. Another factor هو الجاستريك emptying time, which is the time needed for the gastric content to be emptied into the intestine. وفي عندي كمان اللي هو ال intestinal transit time get to prolonged. يزداد the transit time في the intestine, reduce the blood flow to the viscera or the visceral organs. هذا بيأثر على passive diffusion. وفي عندي lower levels of metabolic enzyme activity in the intestine may reduce the first pass effect of certain drugs. طيب إذا بنكمل إن شاء الله إحنا يوم الثلاثاء.